هلا الله فيكم، معاكم فهد الشيحة. اليوم عندنا تحدي رهيب جدا في لعبة ريزنت ايفل فيليج. راح ألعب لعبة الطور المرسنيريز وحاول أجيب أعلى رقم أقدر أجيبه في مكان الفيليج. ده قبل أبدأ خليني أقول لكم أني قاعد ألعب على شاشة سوني برافيا XR880J، والشاشة فيها مزايا رهيبة. فيها معالج اسمه Cognitive Processor XR. فكرة المعالج هذا يعمل كعقل الإنسان، يعني يتعدل AI أو الذكاء الاصطناعي العادي، بحيث يقدر يميز لك بين الصور والمشاهد تطلع لك بالتلفزيون، وأيضا أي صوت يكون داخل اللعبة أو داخل الفيلم أو داخل أي مشهد بالتلفزيون راح يحول لك إياه تلقائي من نفسه إلى الصوت ثلاثي الأبعاد محيطي. والميزة الثانية الرهيبة في الشاشة والأهم هذه، إن الشاشة عبارة عن شاشة OLED، يعني راح تعطيك أعلى وضوح تقدر توصله لأي لعبة أي فيلم أو أي حاجة تشوفها. وأيضا ميزة مهمة في الشاشة اسمها XR Motion Clarity، وهذه فكرتها أنها تقلل من سرعة الاستجابة بالألعاب، أو حتى لما تشوف مشاهدة مباريات الكورة راح تقلل والحركة تكون طبيعية وسريعة وما فيها أي تقطيع مهما يكون. قبل ما أبدأ ألعب بالتحدي بقول لكم حاجة جدا رهيبة. التلفزيون هذا اللي قلت لكم عنه مواصفات الرهيبة، هذا راح يكون ملك واحد لكم. كيف؟ راح تعرفون بعدين إن شاء الله في التغريدة لما نحطها مع الفيديو لما ننشره. أما الحين خلونا نبدأ. أوكي حقا خلونا نبدأ التحدي. أول شيء تسوي إنك تأخذ المسدس، بعدين تبيع الأشياء. طيب تبيع أول شيء الأشياء ما تحتاجها زي الشوتجن، سنايبر، والدواء. ما تحتاج دواء أبدا. تمام كذا، بعد تروح عند المسدس وتشتري. يعجبني مرة. بعدين أطوره، نقوي الباور. مرة واحدة تكفي. ريت اوف فاير، ريلود، باقي رصاص. اوكي خلنا بعد كذا، تمام كذا بالانس يصير مرة كويس ممتاز. الحين خلونا نبدأ الران مع أول مكان. طيب عشان تجيب أعلى نقاط في اللعبة لازم الكومبو ما يوقف عندك. أوريكم شلون الحين فكرة قصدي. الحين أول ما تبدأ تهاوش يبدأ الكومبو يشتغل. شفتوا اشتغل الكومبو الواحد بدأت. أهم شيء باللعبة أنكم تسوون تفرقة بين الوحوش، معناتها لا تخليهم مرة متفرقين بحيث أنك يعني ما يكون واحد آخر الدنيا وكذا، أساس لازم كومبو يمشي معاك. فدائما حاول تخليهم تقربوا من بعض زي كذا، وتفرق بينهم من تطلق ومن تخلي. بريكم ايش قصدي الحين. أنا أعرف شرح شوي صعب بس تقولي بتفهمون عليه الحين. مثلاً هذا خير. ما طلع لي ذا، عاد علي. ما تبات، هذا ما مات لسه. دقيقة. أوكي هذا الحين. يعني مثلاً هذا أضربه ضربتين وخلوه، لا تموتونه. تحتاجونه بعدين، حتى هذا عاد موتوا. بعدين خذ الوقت. أوكي هنا طول كبير هذا أضربه بسرعة. موت، موت يا أخوي. موت. أوكي. خذ الوقت. ارجع ورا، بيجونك هنا اثنين. هذا هو، جبنا بيرفكت، خلصنا اول ران بيرفكت وعندنا فلوس كثير، نقاط كويسه ان شاء الله. اوكي هذا اول ران خلصناه. ما اول ران قصدي، اول مرحله دائما لخبط لما اقول ران. طيب الحين هنا نبيع برضو. هاي ما راح تلخبط شوي، ما راح تلخبط حتى مو شوي، خاصه دولي لانهم مفرقين بشكل مره ينرفز، فبحاول اجيب كلهم ان شاء الله. واحد هنا واحد هنا، الفوق خلوه لا تضربونه. خذ الوقت اللي فوق. بعدين ننزل مرة ثانية تحت هيل. شم شم. أوه بطيء. أوه يا ليل. لا لا. الكومبو. أوه كم بيروح. تمام في بعد. أحتاج أحد قريب. مش تسمعهم بس ما تشوفهم. ولا خلاص. في شوف نار هنا. آه كذا واحد. أوكي. كم باقي؟ باقي واحد. وينك؟ هذاك ما مات تو، ما ادري ليش ما مات. اوكي خلصناها. لا بس جبنا العيد شوي بس ان شاء الله الوضع تمام. لا بس الحين الستيج الثالث. ما شفت كم جبت السكور. اضغط من الحماس الحين. طبعا حفظت الموضوع، بيعوا الاشياء ما تحتاجونها دائما على اساس تلفلون اللي تبغونه. اوكي هذه فيها لخبطه شوي بس ان شاء الله نعديها. فوق بس نكبت نفسي الحين. ساعدك يا بس ان شاء الله اجيبها. حلو ممتاز الحين الحمد لله تمام. شكل واحد نسيته خلاص. نهي مرحلة.
جبنا اس فيها. جبنا اس كويس. واختي جبت انا الحين 729255 نقطه، جبت فيه اس رانك. فنشوف باقي اليوتيوبرز الرهيبين كم بيجيبون، وان شاء الله اكون انا فايز، ويكون اذا فزت راح يكون التلفزيون هذا ملك واحد لكم. كان معكم الشيحه، اتمنى تكون عجبتكم الحلقه، واشوفكم مره ثانيه في فيديو ثاني. مع السلامه.